وزير التعليم يواصل جولاته بالمحافظات ويستعرض رؤية مواجهة تحديات المنظومة التعليمية مع نواب الشرقية. وصل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم جولاته المستمرة في مختلف محافظات الجمهورية بزيارته لمحافظة الشرقية، وذلك لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد واستعراض الآليات والحلول التي ستنفذها الإدارات التعليمية المختلفة بالمديرية لمواجهة تحديات الكثافة الطلابية وسد العجز في المعلمين وجذب الطلاب للمدارس. وتفقد الوزير عددا من المدارس واستعرض رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة في المنظومة التعليمية والحلول التي تم التوصل إليها خلال اجتماعه بعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة بحضور المحافظ المهندس حازم الأشموني، مشددا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة التي تعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يليق بالطالب المصري.